ممكن تكون أنت كذا يعني بدون تاجر؟ ممكن ممكن. طيب التاجر اللي بعده هو دغش بن سعيد. دغش بن سعيد يا مرحبا يا دغش، حللت اهلا ووطأت سهلا ومرحبا ومسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا مرحبا. السلام، كيف حالك؟ طيب شلونك؟ كيف امورك؟ طيب بشرني عنك. صاحب براند انفيروم. انفيروم، تفضل دغش. سعيد فضلك طال عمرك. كيف انتم طيبين؟ سلمت. طيب جاكم. طيب دغش مسوق رفض من جبر وايش؟ دغش لبيك. حمد طلب نسبة عالية من جبر وجبر رفض. حلو، هذه اخر محاوله لحمد وبيغادرنا. بنجيب لك مسوق ثاني اذا ما اتفقتوا على خير. ان شاء الله انكم الامور كلها بخير. طيب جبر دغش، ابيك تفاوض مع حمد بشكل سريع، معكم 25 ثانيه تفاوضون فيها. طيب حمد يا مرحبا، كيف امورك؟ خير. انت بما انك مبتدئ، مبتدئين كل بونا في هذا البرنامج تو، احنا يعني بدايه انطلاقه، فاللي نبيه منك طول عمر السلام، انا ابى اكسبك اولا اخوه وصداقه، ثاني خاصين نرجع للتسويق، خاصين منها التجاره. ما في اخوه، انا عندي شريك. نعم. تمام. ولا بيني وعازل الاخوه اللي بيني وبينه، بس ومخليها هذه ابديها يا سلام، التجاره لان ابدي تجارتي على هذه خاصين منها يا ابو سعيد. عادي يعني انا اسحب على عادل الحربي واجيب شريك ثاني. طيب هذه عاد بينك وبين عادل، انا اعطيك وجهه نظري. اهم شيء الفلوس، الدنيا هذه، الدنيا الحين وشو ماشي على الفلوس، بس ما هي بكل شيء. لا لا، كل شيء والله، كل شيء والله. اي والله تغير نفسي. طيب ايش قال لك جبر؟ وش تفاوضتوا عليه؟ جبر قال اول اسبوع. حمد انت معطيها شخصيه تاجر فعلا. ممكن تفك يدينك زين، تقزي ناس تعدل لك، تعدل لك. مرحبا. اقعد تفاوض مع جبر. قال لي اول اسبوع مالك شيء، والاسبوع اللي عقبه لك نسبه عاليه. قلت انا لا، انا ابي 10%. 10%. نعم. طيب قل ليه؟ ليش؟ يمكن اقنعك، يمكن انت دغش تقتنع بالامر هذا. انا اسبوع اسبوع كامل انا اسوق حلقي، بيروح تويتر، اي بنزل في التويتر عنه، سناب بنزل في السناب عنه، اعطيك هذا احط العيون كلها عليه. سمعت؟ يعني برا البرنامج اتكلم، داخل البرنامج اتكلم. استحق 10 ولا ما استحق؟ تستحق شيء. اما بس انا احكي لك يا طويل العمر السلامه، بما ان احنا تونا في بدايه الطريق يا سلمان. طيب شباب شباب انت تقول تفاوضوا، انت هالوقت، انت الوقت، اعطني النسبه اللي انت بيها. اعطيه النسبه اللي انا بيها. ابعطيك 1.5. لا لا، ما ارضى. ما رضيت ب 2.5. شوف ثلاثه. شوف انا بقول لك، انا بكون صريح معك. طيب انا عندي ثلاث اشخاص شركاء، ومع ذلك الحين بياخذون يعني نسبه بدايه. والمسوق راح ياخذ نسبه، فانا ابعطيك اللي اقدر عليه، اكون صادق معك، ولا والله الذي نفسي بيده لو عندي يعني استطاعه. كم عندك؟ اعطيك عندي الان عطر واحد، وبدات الشن عطرين. متى الدشن عطرك الثاني؟ في الاسبوع الجاي. طيب العطر اللي بتسوق له وشو؟ بسوق لوك بلاك، ما في له. طيب لوك بلاك 3% ترضيكم؟ لا ما ترضيكم؟ لا ما ترضيك. طيب يعطيك العافيه حمد، شكرا لك، ما قصرت. تفضل. سعيد بلقائك، الله يسهل امرك. حلو، تفضل سريع دغش. طيب ناخذ المسوق رقم 3. حمد نشى فريقنا ونشى فريقه، نشى فريقنا ونشى فريقه. حلو، نشى فريقه، نشى فريقه ونشى فريقه، الله يعيننا على ذلك. طيب المسوق اللي بعده حسن العجمي. يا مرحبا ومسهلا. فين يا صايح انا؟ حسن العجمي احس انه حسن، تحس انه من برا. احمد عبد الرحيم قفل البيت، زعجتني ترى. اهلا وسهلا بالاستاذ حسن العجمي، مدير اعداد، انا مدير البرنامج، لا افصل كذا الحين. تفضل. يا مرحبا يا حسن، الله يبقيك. حسن افتح المايك، افتح المايك، وترى خصم المايك بيلحق التاجر. اذا لا دقيقه يا جماعه، باخذ خصومات اكثر موجوده. متاكد؟ الو. طيب المايك شغال. طيب حسن العجمي ودغش بن سعيد 30 ثانيه تحدد مصيركم. حلو، ابيكم تفاوضون. تفاوضك التاجر مع المسوق. ها طيب طيب تفضل نبدا الوقت. طيب اولا يا حسن،
انت مسوق جميل ما شاء الله، الله يسلمك. الله ثانيا انا اخبرك في برنامج زد 9 يعني والله العلي العظيم اني صادق، الرجال ما شاء الله تبارك الله كتسويق براندات ومحلات ما شاء الله عنده يعني كلامه واسلوبه وتعامله. فانا يا طويل عمر السلامه ابي اعطيك يعني نقاط لاجل اوضح لك اللي عندي. انا عندي 3 أشخاص شركاء معي برا، فانا اللي اقدر عليها طويل عمر السلامه ابي اعطيك، بما ان احنا تونا مبتدئين في هذا الطريق بعطيك 1.5%. 1.5% قريب. كم تشوف نسبتك انت يا حسن؟ بما ان احنا تونا مبتدئين هذا الاسبوع الجاي يمكن ازود 6%. اي 6%. طيب 7. هل تعلم ان الخصومات والتخييرات والغيابات كلها بتلحق دغش؟ لا ما عليك، اول واحد يحضر انا واخر واحد يطلع. واخر واحد يطلع. طيب كم تبي نسبه؟ قلت لك 6 و7%. لا اني ابي رقم. مستحيل احد يوافق على 6. 6 6%. وانت دغش تقول مستحيل. ليش؟ مستحيل. انت شفت قبل شوي ترى. طيب اوكي ادري، ابي اقول لك شيء، انت قلت ان تسويقي شفته بزد رصيدك 9. طيب اذا سوقنا هذا الاسبوع وزادت المبيعات كذا انا بالنهايه ابغى اكثر. طيب انت تدري ان عندنا الاسبوع الجاي في مفاوضات؟ حلو، في مفاوضات الاسبوع الجاي. حسن مايكك شغال؟ مايكك مو شغال. والله شغال. شباب الو الو شكرا. خلاص اوكي 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 اوكي. طيب حسن انت كنت تقول انك كنت تسوق بزد رصيدك وتسويق كان ما شاء الله تبارك. اعطيه هذا معي. طيب لا لا ما يحتاج، رجع معك. تمام. انا بحل الامور بينكم وبنصفكم 3%، شوف انها منصفه بينكم اثنين. دغش اذا حققت مبيعات كبيره اكيد انك تقدر تطالب دغش الاسبوع الجاي، اذا ما اعطاك دغش تقدر تنسحب. اي بس بالنهايه بعد انا ابغى استفيد، يعني انا بالنهايه ببيع مبيعات، فهمت؟ طيب ما يعني ندري هل حسن بيجيب مبيعات ولا لا. هذه انا ادري، انا اقول ميدك احنا قاعدين نمشي على الشيء المبدئي. انا اقول ميدك الحين باخذ 6%. طيب اوكي، حصل مبيعات واجد انا بالنهايه استفيد، ما حصلت باخذ نسبتي اللي هي حقت 6%. فهمتني؟ طيب يعني مصمم على 6%؟ تاجر ما عاد اصفالي. طيب شيء مصمم على 6%؟ انا ما عاد اصفالي، ما راح تراجع نهائي. وش تقول يا دغش؟ بما انه ما موافق 4%. لا نهائي. نهائيا 3. والله نهائيا 3. هداية طول عمر السلام أنت موافق؟ أنا موافق. أنت إيش قلت؟ تم. لا والله سم بالله. لا بالله عجل. توكلنا على الله. طيب شباب مخرج أعطني الكاميرا هذه. نهاية الفقرة، إذا التجار والمسوقين ما اتفقوا سيفرض مسوق على تاجر، وبالنسبة اللي حنا بنحطها. يعطيكم العافية شباب، شكرا لكم ما قصرت. بالنسبة اللي أنت تحطونها بإذن الله. تفضل الشباب. زاد فضلك، يعطيك العافية. طيب الشباب ما حصل بينهم اي اتفاق، دغش حسن حمد، واضح ان الوضع بيكون متعب شوي، واضح ان بناخر فقره النقد اليوم. انا اعتذر من الشباب النقد اليوم تاخرون، بتقنبع على حسب ما ارى انا الان بين الشباب. الله يكتب لهم التوفيق الطيب. طيب التاجر اللي بيكون معنا الان هو التاجر علي بن هادي. يا مرحبا يا علي. علي بن هادي